انا من زمان مع فكره الغاء الحرس الجماعي طبعا يعني كل الاحترام والاجلال والتقدير لاحكام القضاء, بس انا مش فاهم الفلسفه. انا هنا مش معترض, انا ما معترضش على الحكم عشان ما روحش شفتها يعني, بس انا بحب افهم الفلسفه يعني انه يعني ايه الداخليه تبقى محرومه من انها تنفذ صلاحيات المكاله اليها بالقانون في مكان هي الجامعه دي وكانها سفاره اجنبيه مش مسموح لي اخشها. لا لا طبعا اخشها جامعه والمدرسه وكل المرافق الحيويه وكل الاماكن. اطلاق اسم حرام يعني من بعض يعني ماشي حرم وحرم مكان تعليمي ومش عارف قدسية تعليمية وبتاع, بس في النهاية مكان عام من واجب الشرطة ان تحميه. واحنا كنا للأسف الشديد, وانا قلت الكلام ده وقت القضية وقت الجدل بتاع الحرس يعني الشرطة بدون قطع كلام حضرتك دخلت الحرم المكي لما حصل اعتداء هو الحرم. صحيح, ما فيش حاجة, ما فيش حاجة اسمها مش مسموح للشرطة ان تخش كذا. احنا كنا بنعترض على بعض ممارسات ضباط الحرس الجامعي في بعض الحالات طبعا, بس مش بعض ممارسات البعض. اقول الداخليه ما تخش الحته دي كانها سفاره امريكيه وبريطانيه, انا مش معاها بصراحه. وللاسف سنتين سيبنا الجامعات تتحرق وتتكسر وتتخرب وعيال تبلطج ومش عارف ايه, وبعض رؤساء الجامعه كان عندهم بعض من عندي يقول لك لا برضو مش هجيب الشرطه. ده في دكتوره اغتصبت وانتهك عرضها من الطلبه, فاكر يا شريف؟ مظبوط مظبوط, في جامعه القاهره دكتوره محترمه انتهك عرضها والولاد اتحرجوا بيها وقطعوا لها هدومها, والداخليه واقفه بره تقول خش, رئيس الجامعه قال لك لا انا هتصرف يعني ما علينا بيزعلوا مني. لكن في النهاية هي القصة هنا سات اللي هو في فكرة انه انت من رأيك ان الداخلية لها الحق اولا انها تمارس صلاحياتها طول في الوقت في كل مكان وهي اللي ليها اليد العليا. طبعا طبعا ده قولا واحدا, وده طبعًا ما يأثرش على شغلك الشريف, ده بالعكس اطلاقا بيساعدك. بالعكس بيساعدني وبيديني قوة كمان, كمان بيساعدني بيديني قوة, بيدي للأولاد اللي واقفين ثقة في نفسه. انا عايز اقول حقيقة ان التعاون في ما بين الداخلية والشركات, لان فوق الوصف وخصوصا كمان بعد صدور القانون الجديد معارض بتاعه معارض الشرطه كلها مفتوحه للي عايز يروح يتدرب. تمام. مفيش مكان بننزل فيه الا ما بيبقى فيه محضر تنسيق. يعني خلينا نضرب مثال بالماتشات, لا في محضر تنسيق ومعروف كل واحد دوره ايه, ولا قدر الله لا حصلش اي تضارب في صلاحياته اثناء المباراه او اثناء حفله كبيره او اثناء اطلاقا. الماتش اللي حضرتك بتشوف فيه الجماهير دي كلها بيبقى قبلها باسبوع وقبلها بيوم بيتعمل بروفا, حتى بروفا للإخلاء كمان, ده الجديد بقى النهارده لو لا قدر الله حصل حاجه المدرج الفلاني هيطلع منين, الشرطه بتخش تتدخل ازاي. ممتاز. تنظيم متكامل وكل واحد انت لو في مباراه مثلا انت تستلم كل ما هو داخل الاستاد, كل ما هو داخل وبين المدرجات عشان الفواصل يعني. تمام. من درجه لدرجه. تمام. او تنظيم داخل المدرجات. والداخليه بره, الداخليه موجوده بره, وفي جزء من الداخليه اللي هي عمليات قوات فد الشغب موجوده داخل الممرات, ما بتخشش الا لو لا قدر الله في شغب حاصل. تمام. شغب حاصل. تمام. وليها في الاجتماع التحضيري ليها طريقه دخول وطريقه تنسيق كل كامل حاجة. واحنا ساعتها بنفتح الابواب ازاي وبنخرج ازاي, تنسيق كامل الموضوع. عشان كده بقول لحضرتك التعاون اكتر ما الناس تتخيله, يعني هم بيشوفوا حد واقف في حته وحد واقف في حته فاكرين كل واحد فينا في حاله. تمام. لا اطلاقا. طيب الافراد الامن اللي حضرتك بتدربهم, اولا تكلفه التدريب دي تكلفه كبيره. بالظبط. وده اللي يخوفنا شويه انه في بعض الشركات قد تلجا يقول لك انا يعني عامل شركه في النهايه امن ومش امن, بس في النهايه دي بيزنس. فالبيزنس فلوس اللي هكسبه هكسبها اقعد اهل بيها العيال, يبقى انا كده عامل عمل اللي هو الوطن. ففكره انه ازاي تقول للناس انه ده جزء من استثمارك ان انت تاهل الناس عشان يجيبوا لك دخل وربح. يعني اتكلم بصراحه شويه ارجوك. طيب احنا عدد شركات الامن يفوق 900 شركه. 900. اه تمام. لا هم 500 اعتقد. يعني خلينا ده اللي وافق اوضاعه لحد دلوقتي ده غير طبقا للقانون الجديد. 25 واحد. 25 شركة وافقت اوضاعها واخر ميعاد لتوفيق الاوضاع يوم 9/1/2007. كتير جدا يا ريس. اه 25 شركة بس. 25 شركة هي اللي وفقت من اصل 500 او 900. 500 طبقا للقانون. 900 اكيد في تحت السلم. انا بقول لك حد غير ده اللي تحت السلم. ده ال 500. لا انا بقول لك ال 500 دول المقيدين في هيئة الاستثمار. دول المقيدين كان في شركات بسيطة توصية بسيطة ما كانتش بتخش في ما كانتش في الحصر. اللي وفق اوضاعه طبقا للقانون الجديد واللائحة بتاعته انا موجود معاه. يعني معنى كده ان يوم 9 يناير اللي جاي المفروض 25 شركة بس لحد دلوقتي كده هي اللي تشتغل. 25 شركة فقط هي اللي تشتغل حقيقة على الأرض.